السلام عليكم يا شباب، شلونكم؟ شو اخباركم؟ شلون مرتاحين؟ رجعت في جديد مع لعبه دراجونز دجما. في هذا الفيديو راح اشرح لكم شلون تغير من شكل البيدق مالك، وايضا تغير من الميول حق البيدق اللي عندك. فراح يكون شرح بسيط وسريع وفيديو قصير ان شاء الله. فيا ريت تضغط على زر اللايك، تشترك معنا في القناه اذا ما كنت مشترك. والحين خلينا نبلش الفيديو، حياكم. طبعا اول شيء لازم تكون انت في مدينه فيرانور، المدينه الاولى اللي راح توصل لها، وتروح هني عندك المبنى هذا، القلعه هذا هني الخاص حق منو؟ البيادق. هذه علامه البيادق، تروح هني وهذا اللي يبيع بعض العناصر الخاصه في البيادق. تكلم هذا الشخص، راح تلاحظ ان هذا عنده بعض المواد اللي يبيعها مثل بخور، وعنده الكتاب هذا. الكتاب هذا فن المسخ، هو يبيع لك لحد الحين حسب اللي انا قاعد اشوفه يبيع لك حبتين فقط، يعني مره انت تشتريه، واصحاب الديلوكس راح يكون معطينا نسخه من هذا الكتاب اضافي. اوكي، هذا الكتاب انك تغيره مره واحده، يعني من غير الظاهر ما تدفع فلوس او شيء، راح تغير شكل ومظهر البيدق اللي عندك. والعناصر الثانيه الموجوده هني تتغيرون حسب الميول، يعني هذا هني بخور الطابع، زين هذا يغير لك عشوائي، زين بقيمه 500 ار سي اللي هو العمله الخاصه في البيادق، ومتوفر منه 9 في هذه المدينه. اتوقع راح يتوفر ايضا في المدن الثانيه من هذه الكتب والبخور. البخور الثاني اللي هو هذا البخور مكتوب هني يتغير صوته وطابع البيدق الى الطيب، وهني هادي بسيط صريح. وين تحصل هذه الاماكن اللي اقصده؟ وين يعني التغيير راح يكون؟ لما بدايتك لما تصنع البيدق تروح على الحالة، أنت تذكر أنك أنت اخترت شيء اسمه هني طيب وصريح ومن هذه الأمور. فإذا تبي تغير الطابع ماله، أنا مخلي الطابع أنه يطيع الأوامر ويساعد والأمور، تبي تغير الطابع ممكن تختار هذا الشيء. إنزين، هذه نقطة هني. النقطة الثانية، إذا بتروح تغير شكله تصعد فوق عند الحلاق الموجود، يعني كان صورة الحلاق موجود في المدينة، لو تطق الخريطة راح يبين معك. حلو، الحلاق لو تكلمه راح يقول لك عندي مثلا تدفع 10,000 تغير فقط تصفيه الشعر، تعدل المكياج، اعطاء علامات اللي هو الاوشام اللي على الجسم والوجه، وتغيير العديد، يعني تدفع 25,000 وتغير كل شيء. اوكي، راح اضغط الحين تعديل المظهر. اوكي، راح اقول مثلا البيدق الرئيسي، راح يخيرني هني يقول تبي تغير اعدادات مثلا مسبقه انا معدلها، او انشاء جديد، او تعديل المظهر الحالي. طبعا انشاء جديد راح يرجعك من الصفر، تبدا انت من الصفر، تبي تعدل اشياء معينه تروح على تعديل المظهر الحالي. خلينا نروح على تعديل المظهر الحالي. راح اروح على الاشياء معينه اقدر اعدل، اي شيء ابي اقدر اعدل حتى الطابع. اذا انا مثلا بعدل الطابع فقط اقدر اشتري بخور، او ادخل على التعديل كامل واغير. لما اقول انهاء ما راح يخليني اغير اسم المساعد، واذا اخترت انشاء جديد ايضا ما راح يخليك تعدل على اسم الشخصيه. فهذا يعتبر شيء سيء صراحه، فانا مستغرب ليش المطورين ما خلوا هذا الشيء، مع انه يعني من حق اللاعبين انه يغيرون اساميهم. يمكن راح يكون في ابديت معين، يمكن راح يكون في شيء معين، يمكن بعدين لما تتقدم اللعبه اكثر واكثر، يمكن لما ندخل على جيم نيو جيم بلاس يمكن يعطيني خواص معينه لحد الحين ما ادري، ولكن الى هذه اللحظه ما في تعديل. دائما لما تبلش اللعبه اختار دائما اسامي تكون مناسبه لك. فهذا هو الفيديو بخصوص تغيير المظهر، اتمنى انكم استفدتم من الفيديو. لا تنسوا اللايك سبسكرايب وشير حق القناه. أشوفكم إن شاء الله فيديو ثاني. شكرا، مع السلامة.